وقعت وزارتا الداخلية والاتصالات بروتوكول تعاون لاستكمال ربط قواعد البيانات القومية بالدولة بقاعدة بيانات الرقم القومي. ويسهم البروتوكول في ميكنة الخدمة الجماهيرية التي تقدم للمواطنين من خلال الوزارات المختلفة بسهولة ويسر والاعتماد على الرقم القومي في تعامل المواطن مع الخدمات كافة التي تقدمها الدولة. كما يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية لكل قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأداء الأمني والمساهمة في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.